شكرا سيد نائب محترم. هذا هو هذه الغاية من المناظرات الجهوية اللي عملنا، لأن بغينا الجهة تكون عندها مكانة كبيرة بالنسبة للجامعة اللي فيها، ولا بغينا الجامعة تكون يعني عندها مكانة يعني مهمة بالنسبة للجهة. هذه المناظرات الجهوية أعطونا الفرصة باش نسمعوا لجميع المتدخلين، لا المنتخبين ولا المحيط السوسيو الاقتصادي ولا المجتمع المدني، وخرجنا بخلاصات هما هادو اللي طبقناهم دابا، هادو اللي الدخول الجامعي المقبل اللي كانت فيها بلورة ديال المسالك جديدة اللي كتلائم مع 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 الجهة. وربما غادي نرجعوا في الدخول الجامعي المقبل باش نعطيكم التفاصيل، لأن جميع المسالك تغيرات بالخصوص في الإجازة، واللي عقدنا في هذه المناظرات الجهوية أكثر من 120 اتفاقية مع الفاعلين بالجهة. دابا خصنا يكون عندنا عمل يكون منتظم، نعرفوا الجهة أشنا هي الأولويات ديالها، وفين غادي تقدر تعاون الجامعة، وكيفاش الجامعة تقدر تجاوب معها على المتطلبات ديال سوق الشغل ولا المتطلبات المجتمعية ككل. شكرا. تعقيب السيد نائب.